السلام عليكم، صراحة مرحبا بكم في القناة من جديد. اليوم ريفيو على اتلي سوشي، تخديت تشيكن راميون وخديت اونيغريسون. بالنسبة لليفغازون ما خدتش بزاف ديال الوقت بارابور لا ديستانس ديالي انا، ليفغازون تعمل معايا مزيان وخا صراحة تلفتو شوية في اللوكاليزاسيون. بالنسبة لاونيغريسون كما تشوفوا ما شادش راسو دغيا عواج مع الطريق، وحتى باش تقبطو وتاكلو هكا كامل ما تيتفرتت بزاف بارابور لي اونيغري اللي كنت جربت. وبالنسبه للمذاق ديال الصومون ما تمدقتش كاع الصومون، تمدق غير الرز. كان الرز ما فهمتش فيه واحد البنفسجي شكل، ما عرفتش داك الخل ديال الرز ولا. اما التشيكن راميون فهو تيجي مفرق، تيجي الاودون بوحدو مع زانغيديون اللي فيه ولا سوب بوحدها. دونك تزيدوا لا سوب وتتخليو شي شويه باش بيد ما تلقوا. بالنسبه للاودون جاني هالتي ما مالحش بزاف، لا بورسيون شويه صغيره ما عرفتش. بالنسبه ليا با مال بارابور الاونيغيري كما تشوفوا، هذا الاخر اللي بقات ليا زدتها في لا سوب وكليتها. نتمنى يكون هذا الريفيو عجبكم، تلقاو في فيديو جديد. كامزاميدا.